أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها المتابعون الكرام، أيتها المتابعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن المقصور والمنقوص، وهو درس خاص بتلاميذ السنة الثانية متوسط في هذه السلسلة الجديدة بالمختصر المفيد. إذن مع هذه الأمثلة، المثال الأول: مصطفى العقاد كاتب عبقري. إذا لاحظنا في كلمة مصطفى وجدناها أنها تنتهي بألف مقصورة، وإذا نزعنا هذه الألف المقصورة من كلمة مصطفى نجد أن الكلمة غير صحيحة، فليس لها معنى بدون ألف مقصورة. إذن هنا نعرف أن هذه الألف المقصورة ألف أصلية لازمة لا يمكن الاستغناء عنها. إذا لاحظنا في المثال الثاني: بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى، كلمة الهدى تنتهي بألف مقصورة، إذا حاولنا نزع هذه الألف فإن الكلمة لا يصبح لها معنى، وبالتالي نعرف أن هذه الألف لازمة. ومن هنا نقول أن كلمة مصطفى وكلمة الهدى، أو اسم الاسم مصطفى والاسم الهدى، هما اسمان مقصوران. لماذا؟ لأنهما ينتهيان بألف مقصورة. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية: إذا قلنا مصطفى، إذا أعربنا مصطفى فنقول أنه مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، إذن فهو مرفوع. يمكن أن يكون منصوبا، نعم، إذا قلنا إن أداة نصب طبعا وتوكيد، تنصب الأول وترفع الثاني، إن حرف نصب وتوكيد، مصطفى اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره. ويمكن أن نقول مررت بمصطفى العقاد الكاتب العبقري، إذا مررت ببي حرف جر، ومصطفى اسم مجرور ببي وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره، وهذا ما نراه في كلمة بالهدى في المثال الثاني كما تلاحظون. إذن من هنا ماذا نعرف؟ نعرف أن الاسم المقصور هو اسم معرب، بمعنى أن حركته الأخيرة تتغير من ضمة إلى فتحة إلى كسرة حسب موقعها في الجملة، والاسم المقصور وليس اسما مبنيا حركته ثابتة، وإنما هو معرب تتغير حركته الأخيرة بتغير موضع الاسم المقصور في الجملة. الملاحظة الثالثة: عندما أعربنا قبل قليل قلنا مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة، ولو أضفنا إن أو أسبقنا كلمة مصطفى بإن فقلنا أن مصطفى اسم إن منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة، ولما أعربنا بالهدى قلنا أنها اسم مجرور ببي وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخره. من هنا نأتي إلى الملاحظة الثالثة، وهو أن الاسم المقصود دائما حركاته الإعرابية تكون مقدرة وليست ظاهرة. ننتقل إلى المثال الثالث: عزف الراعي على الناي. تلاحظ كلمة الراعي باللون الأحمر في آخرها ياء وليست ألف مقصورة، إذن في آخرها ياء. لاحظ المثال الثاني: ناقش القاضي محامي المتهم. إذن كلمة القاضي وكلمة المحامي أيضا مثل الراعي تنتهي بياء. لاحظ المثال الخامس: والدي راض. إذن هنا ليس هناك ياء، ولكن يمكن أن يكون لكلمة راضي ياء. نعم، يمكن أن نقول راضي بالياء، لكن ما هو السبب؟ قبل ذلك كيف نسمي هذا الاسم الذي ينتهي بألف؟ إذن هذا الاسم نسميه الاسم المنقوص. نعم، نسميه الاسم المنقوص. كلمة الراعي وكلمة القاضي وكلمة محامي نسميها أسماء منقوصة. لماذا؟ لأنها تنتهي بياء. لكن لماذا حذفت الياء هنا وثبتت في الكلمات الثلاث السابقة؟ الأمر ببساطة أن الاسم المنقوص عندما يكون معرفا بالألف واللام مثل كلمة الراعي ومثل كلمة القاضي تكون ياؤه ثابتة، وعندما يكون معرفا أيضا بالإضافة مثل محامي المتهم، محامي مضاف والمتهم مضاف إليه، أيضا تكون ياؤه ثابتة. أما عندما يكون نكرة بدون ألف تعريف وبدون إضافة فإن هذه الياء تحذف، وهكذا هي القاعدة. إذن مع الاستنتاج
إذن الاسم المقصور هو الاسم المعرب الذي المعرب الذي آخره ألف لازمة كما ذكرنا، مثل الهدى ومصطفى، تقدر على آخر المقصور الحركات الإعرابية ثلاث. أما بالنسبة للاسم المنقوص فهو الاسم المعرب كما رأينا الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، مثل الراعي والنادي أو المنادي. تثبت ياء الاسم المنقوص إذا كان معرفا بالألف بالتعريف أو بالإضافة، بينما تحذف هذه الياء إذا كان نكرة. إذن إلى هنا ينتهي هذا اللقاء معكم، إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.